يا الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. الدراري اليوم جبت لكم واحد الثغره خطيره خطيره باش تعاودوا تستعملوا الروشارج اكثر من مره. هذه الثغره هي حصريا بقناتي وانا اول شخص كي يعني كينشرها، يعني استفدت وبغيت نشاركها معكم تحت شعار لا للاحتكار. فما تنساوش ديروا جيم يعني لايك وتابونوا عندي فلاشين باش تحفزوني على تقديم الجديد ان شاء الله. الدراري، هذه الثغره هي يعني كتعتمد عن تعبئه مستعمله، يعني كتجيب تعبئه مستعمله. الشباب للتذكير فقط، ما تنسوش دابا تخرجوا الزنقه وتجمعوا واحد الخنشه او واحد الكيس من التعبئات المستعمله، لانكم يعني بعد هذه الثغره، بعد ما تنتشر هذه الثغره، فما غاديش تبقاو تلقاوهم. فمن الاحسن يعني تخرجوا الزنقه وتجمعوا واحد الكيس من التعبئات المستعمله وتخبيوهم باش يعني تبقاو يعني تستعملوهم. الدراري، بلا ما نطولوا، خلونا نبداو الشرح باش يعني كل شيء يستفد ان شاء الله. ركزوا في الشرح باش تنجح معكم الطريقه. اول حاجه غادي ديروها، غادي تجيبوا واحد التعبئه، يعني تعبئه مستعمله بحال هذا الشكل كما ترون. هذه تعبئه مستعمله. اشنو غادي نديروا دابا؟ يعني غادي نشدوا كل التعبئه كما ترون، يعني عفوا كما ترون كل التعبئه هو هذا، يعني غادي نشدوا التعبئه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وغادي نقصوا يعني الرقم الاخير، الرقمين الاخيرين كما ترون، جوج ارقام الاخر غادي نحذفوهم من التعبئه كيف ما كتشوفوا. غادي يعني غادي نحذفوا اخر رقمين من التعبئه، ثم يعني غادي نزيدوا عليها، غادي نزيدوا عليهم في المكان ديالهم، غادي نزيدوا عليهم يعني اخر رقمين من الكود التسلسلي من التعبئه كيف ما كتشوفوا الاخوان، يعني كيف ما كتشوفوا غادي نزيدوا عليهم اخر رقمين من الرقم التسلسلي كيف ما كتشوفوا، يعني اخر رقم كيف ما كنشوفوا هنا كمثال يعني 86. فيعني غادي نشدوا هاد 86 وغادي نحذفوا هاد 19 كيف ما كتشوفوا من الرقم من الكود الاصلي من التعبئه كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيدوا عليه يعني 86، يعني غادي نمسحوا 19 وغادي نديروا في بلاصتها 86 كمثال يعني في هاد التعبئه. فيعني التعبئه اللي غادي تجيبوا نتوما غادي يكون يعني رقم مختلف، يعني غادي تحذفوا فقط الرقم الاخير من التعبئه وغادي تضيفوا عليه يعني الرقم، يعني الرقم الاخير من الرقم التسلسلي، وغادي يعني تستافدوا. فغادي يعني غادي تعاودوا تدخلوا التعبئه ومبروك عليكم كيف ما كتشوفوها، يعني ها هي يعني التعبئه، يعني استفدت منها، يعني هذه تعبئه مستعمله جبتها يعني من الزنقه ودخلتها يعني كيف ما كتشوفوا، وبالفعل نجحت معايا. الشباب يعني سيروا دابا جمعوا يعني واحد الخنشه ديال التعبئات المستعمله وجيبهم يعني ونفذوا هذه الطريقه وراكم غادي تستافدوا. وما تنساوش تبارطاجيو هاد الثغره يعني باش نكحوا هاد شركات الاتصال قبل ما ينكحونا. وكنتمنى يعجبكم الشرح، وهاد الثغره اقسم بالله العلي العظيم انها خدامه يعني 100% ومجربه، يعني جربتها حوالي 3 مرات، يعني وجربتها في 3 هواتف قبل ما نحطها. فما تنساوش تدعوا معايا يعني في هاد الشهر المبارك شهر رمضان، ويعني وتابوناو عندي فلاشين وديروا لايك. ومع السلامه في الفيديو الجاي ان شاء الله مع ثغره جديده. مع السلامة الإخوان.